צריך לסבור שיהודים עולים לארץ. אין מקום במדינת ישראל שיהודי לא יכול להגיע אליו. צריך להסביר למלך ירדן, להרגיל אותם לזה שחזרנו לארץ, והר הבית זה המקום החשוב לעם היהודי והקדוש לעם היהודי. זה ברור שצריך לעבוד פה בצורה שדורשת הרבה הסברה והרבה יחסי חוץ. احكوا للملك عبد الله انه الوضع تغير وانه الوضع القائم هو الموجود حاليا. فعلا طلع جلنت ولحقوا نتنياهو بالعتمه وبدون تصوير على الاردن، هناك قعدوا مع الملك عبد الله وابلغوه برؤيه بن غفير وعم يحيي اياه وزير التراث بالحقائق الجديده، واللي اكدها بن غفير للاردن لما اهان وضرب السفير الاردني في مكان من المفترض انه الشرطي اللي تابع لبن غفير يختفي من هذا المكان، لأنه المكان وصلوا صاحب السيادة على المكان الأردن. ما صار هذا الحكي، والسفير هو اللي عدل الخطأ اللي ارتكبه ونصك، بديش أحكي كلمة ثانية، نصك مع بن غفير للعودة والدخول للمسجد الأقصى. وبعد الحدث أكد بن غفير للجميع الحقائق الجديدة داخل المسجد الأقصى، ووضح للأردن الوضع الجديد، وبدد الضباب اللي انحكى في الإعلام عن الجلسات السرية في الأردن إنه ما زلنا نحافظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى. מכל הכבוד בירדן, ישראל היא מדינה עצמאית, עליתי להר הבית, אני אמשיך לעלות להר הבית, ומדינת ישראל היא מדינה ריבונית, היא מדינה עצמאית, אני מזכיר לכם, לא מדינת חסות של שום מדינה אחרת. طيب ايش الحل الاسرائيلي الوحيد اللي بيقدمه بن غفير وغيره من الاسرائيليين اللي بيقولوا تعالوا ما بدنا نهد الاقصى؟ بن غفير بيقول ما بدي اهد الاقصى لكن بدي مساواه. طيب كيف المساواه؟ طرح كيف هاي المساواة أهم مراكز البحث المتعلقة بالأمن القومي في الكيان، إنه تعالوا بناء على المعطيات الداخلية في إسرائيل اليوم لازم نعمل ترتيب أو اتفاق جديد، طريقة مؤقتة في المسجد الأقصى مع المملكة الأردنية تأخذ في الاعتبار التغيرات التي حدثت في المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، اقتحامات اليهود والصلاة، وإنشاء آلية استشارية لإدارة المسجد الأقصى بمشاركة خبراء في الموضوع أردنيين فلسطينيين إسرائيليين، ويمكن نحشر معهم شوية رجال دين كد الإيد كإطار دائم للحوار والتنسيق والتعاون فيما يتعلق بالاقتحامات والعبادة في المسجد الأقصى. ستكون هذه الآلية قناة اتصال بيقولوا، وحوار دائم للتنسيق وبناء الثقة، وستعمل على تعزيز الإجراءات لتهدئة المشاعر استعدادا للأحداث القابلة للانفجار خاصة خلال المناسبات والأعياد. يعني الجماعة خايفين هالمرة أكثر من رمضان تاع السنة الماضية، لذلك بيجهزوا له، يعني مثل ما احنا بنجهز لرمضان زيني وحسابات وحلويات وتجهيزات أخرى، هم بيجهزوا حالهم لشغلة ثانية. طيب يا سعيد، اللي صار بجنين واللي بيصير بالضفة إله علاقة بهالتحركات الخطيرة اللي بتكون فيها إسرائيل في المنطقة؟ أكيد إسرائيليا، لأنهم بدهمش أي لهب يزيد ويصل للفتيل اللي إذا اشتعل وفجر قنبلة الضغط العملاقة في المنطقة فلن تبقي ولا تضرب.